بشحنة كبيرة من الحب والأمل تقابل الفنانة عبير الأسد مرتادي معرضها الفني لتنقلهم إلى عالم لوحاتها الذي يحمل تناغماً فنياً وبصرياً يشد الناظرين. المعرض بيحمل عنوان تناغم الحياة، وتناغم الحياة طبعاً أنا بلشت فيه من أول لوحة كنت عم بشتغل على الإنسان بشكل عام، فهي يعني الحياة هي مجموعة كائنات حية، فأنا ركزت على الإنسان على الحيوان على النبات، عملتها بطريقة متناغمة بكل مشاعر الحلوة بكل الأحاسيس الحلوة بكل المحبة، حطيت المحبة فيها والأمل. ما بين عملها الدبلوماسي في وزارة الخارجية وشغفها بالفن، تحاول عبير أن توازن حياتها وتسعى لإيصال رسالتها في مجالات عدة. العمل السياسي هو فن، يعني عمل دبلوماسي، عمل أنت بتلتقي مع ناس كتير، في عندك فنون التصرف، فنون البروتوكول، فنون الاتيكيت، فنون، فهي قريبة، بس كسياسة هي السياسة مصالح يعني، فأنا كمان هي شوي بعيدة عن الفن، لأنه الفن هو مشاعر حقيقية أنت عم تطلعيها باللوحة. الحضارة السورية كانت حاضرة في معارضها التي أقامتها في العديد من بلدان العالم، فحاولت إيصال رسالة حب من وطن يعاني الآلام. كان معرض فردي بلندن، وكانت رسالتي لإله، كانت رسالتي منه إنه انقل الثقافة الشرقية. أنا ركزت وقتها باللوحات على الشيء الشرقي، الدبكة، اللبس، لباس الفولكلوري السوري، ركزت على الأرض تبعتنا، الصحراء، ركزت على القرى تبعتنا، حبيت إنه انقل ثقافة بلدي لبرا. أساليب متعددة في الرسم كانت محور استقطاب الفنانين التشكيليين السوريين الذين زاروا المعرض وعبروا عن إعجابهم به. حبيت لأنه اللوحات أو الأعمال معظمها فيهم تجريب كتير. التجريب هو بحث، وبالبحث دائماً بيعطي خبرة بالتقنية للفنان، وبنفس الوقت هو عم يشتغل بيطلع معه صدف كتير. هلا في بعض اللوحات لقطي الصدفة بشكل كتير حلوة ومستفيدة منها وموظفتها باللوحة، يعني الصدف دائما بتطلع مع الفنان المحترف، فكيف الفنان اللي ما له دارس فنون جميلة؟ الانطباع الأول اللي عجبني بهاي المعرض إنه في جرأة باللون وفي ألوان تنم عن داخلها الصافي، ألوان زاهية فرحة تبعث الأمل والسعادة والسرور بنفس الإنسان وبنفس المتلقي، وهذا اللي خلاني أنا بالفعل إني أشوف المعرض أكثر من مرة، ولفت نظري هناك بعض اللوحات التي يجب أن تبني عليهم تجربتها في المرحلة القادمة. بين الطبيعة والنبات والإنسان تمحورت مواضيع معرض الفنانة عبير ليكون معرضها الأول على أرض الوطن منطلقاً نحو مشاريع فنية جديدة. للإخبارية السورية ميسان حمدان، دمشق.